طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز مع زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع. يا صباح الفل عليك. يا صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة، ولأول مرة جولتنا الصحفية هتكون من داخل مقر موقع البوابة نيوز. طبعا معانا عدة أخبار، ولكن خلينا في البداية نتكلم عن تقرير الحقيقة مطول عدوا موقع اليوم السابع بعد فوز النادي الأهلي برباعية نظيفة مساء أمس على سموحة في الجولة 28 من عمر بطولة الدوري. الأهلي يعود لسكة الانصراد برباعية في شباك سموحة. موسيماني يحضر لاعبيه ذهنيا بشكل مثالي، استغلال ثغرة رضا، راحة الشناوي وتجهيز لطفي لحراسة العرين الأحمر، ومكافأة كهرباء على التألق والارتقاء لوصافة الدوري. الحقيقة طبعا أن التقرير بيرصد أنه عاد فريق النادي الأهلي لسكة الانصراد بعد الفوز على سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الحد في الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري. وكمان يعني عايزين نقول أنه النادي الأهلي أو التقرير قايل أنه ظهر النادي الأهلي الحقيقة بحرفية شديدة وبمستوى عالي جدا وبشكل قوي في مباراة سموحة، وسيطر على جميع مجريات اللعب على مدار اللقاء، ولكن اتكلم فيه أكثر من شق. الحقيقة خلينا نتكلم عنهم. البداية يعني كانت التحضير الذهني. أكد التقرير أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي الحقيقة أنه هو نجح في يعني تحضير لاعبيه ذهنيا بشكل جيد جدا، وكمان نجح في اعداد لاعبيه فنيا واختيار طريقه اللعب المناسبه للتعامل مع نادي سموحه، سواء التكتل الدفاعي الخاص بنادي سموحه وكمان مع سرعات لاعبي سموحه. كمان يعني تاني نقطه اتكلم فيها التقرير كان استغلال ثغره رضا، وهو ان استفاده النادي الاهلي من المساحه الموجوده في طبعا يعني ظهر شريف رضا ظهير ايسر سموحه، واللي بيلعب في هذا المكان بشكل اضطراري لان ده مش مركزه الاساسي طبعا، وده اللي قدر يستغله النادي الاهلي ويخرج منه بثلاث يعني اجوال في قبل نهايه الشوط الاول. كمان اتكلم التقرير عن راحه الشناوي، وكمان تفضيل موسيماني عن راحه الشناوي والدفع بقى علي لطفي لرفع الضغط عن شناوي، وكمان يعني تجهيز لطفي لحراسه العرين الاحمر خلال الفتره المقبله، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان علي لطفي هيكون مسؤولية كاملة عن حراسة مرمى النادي الأهلي خلال مباريات الأهلي في الفترة المقبلة، ده طبعا بعد التوقف الدولي لمشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، واللي طبعا هيشارك فيها الحارس محمد الشناوي. كمان رابع نقطة اتكلم عنها التقرير هو تجهيز كهربا وأجاييه، لأنه كمان حرص موسيماني على منح كهربا وقت أطول خلال المباراة بعد الدفع به في الدقيقة 61 على حساب طاهر محمد طاهر من أجل تجهيزه، كمان ده كمان بعد تألقه في مباراة بيراميدز طبعا والجول اللي أحرزه في مباراة بيراميدز. والحقيقة أنه يعني كهربا ظهر بشكل متميز خلال الفترة الماضية، سواء اجتهاده في التمرينات أو كمان في المباريات، ويعني الحقيقه حصل كهربا على وعد من الجهاز الفني بالحصول على فرصه اكبر مكافاه له على هذا الاجتهاد، وكمان نفس الحال بالنسبه لاجاييه واللي شارك في اخر يعني 10 دقائق على حساب محمد شريف. وكمان يعني الحقيقه ان التقرير او النقطه الاخيره اللي اتكلم عنها التقرير هي انه الاحمر بيصعد للوصافه، وبعد الفوز على سموحه صعد النادي الاهلي برصيد 45 نقطه وبيتبقى لي 6 مباريات مؤجله. الحقيقه ان احنا بنتمنى للنادي الاهلي ان هو يحقق الفوز في جميع هذه المباريات حتى يكون في وصافه جدول الدوري. تاني اخبارنا النهارده من جريده الرياضيه السعوديه، العرب ينتظرون القرعه. النهارده في القاهره بتقام فعاليات سحب قرعه بطوله كاس العرب للمنتخبات تحت 17 سنه لكره القدم بمشاركه 16 منتخب. خلينا نقول منتخبات اللي هتشارك النهارده في هذه القرعه اللي هتقام في القاهره هم السعوديه، المغرب، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي والصومال، العراق، فلسطين، الكويت ولبنان وليبيا، مصر، الامارات، موريتانيا، اليمن. كمان يعني اضاف التقرير انه بتستضيف المملكه المغربيه النسخه الرابعه من بطوله كاس العرب للمنتخبات، واللي ستجرى منافساتها خلال الفتره من 29 يوليو الجاري وحتى 15 من شهر اغسطس المقبل.
من جريدة الشروق اتجاه لحظر حضور الجماهير في حفل افتتاح الأولمبياد. ذكرت تقارير صحفية أن حفل افتتاح أولمبياد طوكيو أيضا بعض الفعاليات الرياضية خلال الدورة الصيفية قد تقام خلف الأبواب المغلقة أو تحديدا بدون جمهور. وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون الأوسع انتشارا في اليابان أنه سيتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل بين اللجنة المنظمة والحكومة واللجنة الأولمبية الدولية علشان يستقروا إذا كان الدورة هتقام بجمهور أو بدون جمهور. ورجحت الصحيفة اليابانية أن يتم الافتتاح أو يعني الاقتراح المحتمل بشأن حظر حضور الجماهير، ده بيأتي وسط ارتفاع حالات فيروس كورونا في طوكيو خاصة خلال آخر أسبوعين في البلاد، وده خوفا كمان من انتشار العدوى وتزايد أعداد الإصابات خلال فترة إقامة الدورة. أخيرا من جريدة البوابة يعني تايم لاين الحقيقة عن علي زين أول لاعب مصري في برشلونة. الحقيقة تايم لاين بالأرقام، فعايزين نتكلم عن الأرقام لعلي زين. 2012 فاز بدوري أبطال إفريقيا لكرة اليد مع النادي الأهلي بالإضافة للدوري المصري لكرة اليد. كمان 2013 فاز مع النادي الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، ثم بعد ذلك انتقل إلى نادي النجم الساحلي وفاز معه بكأس تونس لكرة اليد، لفوزه كمان مع منتخب المصري بالبطولة الإفريقية لكرة اليد. كمان في عام 2015 انتقل علي زين لنادي الجزيرة الإماراتي وفاز معاه بدوري الإمارات لكرة اليد. كمان عام 2020 فاز مع المنتخب المصري بثاني بطولة إفريقية لكرة اليد وحصل على لقب أفضل لاعب ظهير أيسر في بطولة إفريقيا. وكمان يعني ختامها مسك خلينا نقول في عام 2021 لأول مرة في التاريخ تعاقد نادي برشلونة مع لاعب مصري قادما من الشرق الإماراتي. خلينا قبل نهاية جولتنا الصحفية نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في جدول الدوري المصري. وادي دجلة ومصر المقاصة في تمام الساعة 5 مساء، أما الإسماعيلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 7 مساء. دي كانت جولتنا الصحفية من داخل مقر موقع البوابة نيوز. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. جولة زي الفل كالعادة، كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة مريم سميح، ومكملين مع حضراتكم سلسلة أخبارنا.